إذاعة كابا فيم، مازلنا مواصلين في حكايات الناس وحكاية جديدة توي كان نبداوها. نحكيو على المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، المرصد اللي أصدر بيان يدعو فيه إلى تشريكه في العملية الإصلاحية، خاصة في وزارة التربية وفي المنظومة التربوية، باش نعرفوا بالضبط شنية المجريات هذية، علاش جاء البيان هذية عن المرصد الوطني الدفاع عن مدنية الدولة، شنية المحاور المهمة اللي ينجم المرصد يعاون فيها في إصلاح المنظومة التربوية. كنا نعرفوا للمنظومة التربوية قاعدة بالحق تعاني، قاعدة في عديد من النقائص، فما برشا نقائص فيها يجب النظر فيها بجدية. حكينا العديد والمرات عديد من المرات حكينا وحكينا حول إصلاح المنظومة التربوية اللي نتمنيه بصراحة أنا كوالية سادة مش كصحفية. اليوم نحكي أنه تتصلح المنظومة التربوية، المضغط كبير على الأولياء وكذلك على حتى على التلامذة على الإطار التربوي، ضغط كبير، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. سعيدة جدا باستقبال الاتصال معايا مدام زهية جويري، عضوة في مرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وأستاذة جامعية، باش تحكينا أكثر تفاصيل. ألو، عسلامة. عسلامة لله. مرحبا بيك، شكرا على قبولك لدعوتنا الساعة. شكرا على استضافتك. يعيشك. به هاد نحكيو شوية على البيان اللي أصدره المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول معناتها تشريكه في إصلاح المنظومة التربوية. والله حبيت نشير أيضا لحاجة، هو بالصدفة يعني مصادفة أنه أنا كتبت مقال قبل ما يخرج المرصد البيان بتاعه، والمقال هذا صدر اليوم في جريدة الشروق بعنوان المدرسة التونسية تستغيث. فأي إنسان عنده علاقة بالمدرسة يدرك أنه مدرستنا الحقيقة في وضع يعني في وضع استغاثة. في وضع استغاثة، وعندي انتباه كأنه معناها كلنا مناش قاعدين نسمعه جيدا في صرخة الاستغاثة اللي تطلق فيها مدرستنا. والله أنا خليني أقول لك بالحق، لأنه أصواتنا بحت من كثرة ما أطلقنا صيحات الفزاعة. أحكينا حقيقة يعني يبدو لي أنه أكثر من قاعد يسمع شوية في الاستغاثة هذه هم الأولياء، لأنهم هم الممسوسين بصفة مباشرة بهذه الوضعية، هم أكثر من يتحمل تبعات عدم الاستماع إلى هذه الاستغاثة اللي تطلق فيها المدرسة التونسية. بالنسبة إلى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في الحقيقة المرصد عنده بدأ في إنجاز مشاريع بحثية تتعلق بواقع المدرسة التونسية وبآفاقها ومستقبلها، ونظم حوارات في نفس هذا الموضوع. لذلك هو يملك رؤية وتصور حتى وإن كان في مستوى الخطوط العريضة والتصورات العامة حول مسألة إصلاح المنظومة التربوية والمنظومة التعليمية. المحاور اللي يقوم عليها هذا التصور هي محاور متعددة، لا تقتصر على المضامين، على إصلاح مضامين التدريس، بل تشمل مضامين التدريس، نظام التدريس، النظام الزمني، الجدول الزمني، تشمل كذلك البنية التحتية والمدارس، تشمل كذلك كل الأطراف الداخلة في العملية التعليمية من المتعلم والمعلم والإدارة إلى غير ذلك. يعني جميع الهيكل التي تشكل المنظومة التربوية هي كل عنصر فيه إشكاليات معينة. وإذا أردنا أن نصلح المدرسة التونسية والتعليم في تونس، علينا أن ننظر إلى هذه المنظومة نظرة كلية تأليفية من جهة، ولكن أيضا نظرة مخصوصة بكل مكون من مكونات هذه المنظومة، لأن لكل مكون إشكاليات تخصه أو رؤية معينة أو منظار معين من زاوية معينة يرى أنه تعليم اليوم. هل ترين سيدتي أنه يجب اليوم تشريك جميع المنظمات، جميع كما نقولوا المسؤولين اللي مختصين اليوم بالشأن التربوي، لأنه كل واحد يخزر من منظوره نجم يعاون بفكرة معينة بمعناتها تحسين من جهة معينة، الأخذ بعين الاعتبار بالآراء الكليكة باش نجمعوهم ونحطوهم على طاولة الحوار،
الكبار وندرسوهم نقطة نقطة باش نجموا نعملوا إصلاح جذري لسنوات يمتد لسنوات والسنوات، لأنه اليوم المنظومة التربوية لا تستجيب للوضع الراهن، لا تستجيب للعصر متاعنا، ما عادش سيء يعني منظومة تربوية بالية لا تستجيب لكل الأسس اللي تحطت قبل، ما عادش متماشية مع العصر. هو الحقيقة أي مشروع هام في أهمية إصلاح منظومة تعليمية منظومة تربوية، مشروع بهذا الحجم وبهذه الآفاق يجب أن يكون تشاركيا. التشاركية أمر ضروري في وضع برامج بهذا الحجم وبهذا وبهذا المدى. لكن إضافة إلى مبدأ التشاركية، أنا أؤمن إيمانا لا يهتز بمبدأ الاختصاص، يعني مش لأنك أنت نقابة مختص تدخل في مضامين التدريس. أنا بالنسبة لي مضامين التدريس عندها ناسها، عندها المختصين فيها، ويجب أن يعهد بكل مكون من مكونات المنظومة التي كنت بصدد الحديث عنها إلى من هو مختص في ذلك. وقت لما تحدثوا على البنية التحتية، أنا أرى أنه من الناس اللي يلزمهم يشاركوا، يلزم معناها يشاركوا الناس اللي عندهم خبرة في تهيئة الفضاءات التربوية حتى تكون فضاء جالب مش فضاء منفر كما مدرسنا اليوم. فإذا مبدأ التشاركية من جهة، ولكن أيضا مبدأ الاختصاص من جهة ثانية، و الضامن لكل هذا والحاضن لكل هذا هو أولا الكفاءة، وثانيا هو الالتزام بأنه مشروع كهذا هو مشروع يجب أن يرتقي على كل الخلافات والاختلافات ذات البعد السياسي أو الإيديولوجي أو غير ذلك. نحن نريد أن نضع أسس أو أن نرسخ الأسس لمدرسة وطنية حديثة متنورة قادرة على أن تواكب حركة المعارف، وقادرة على أن تواكب تطورات العملية التربوية حتى تكون جالبة للمتعلم، حتى تكون منتجة للمعرفة، حتى تكون المعرفة التي تنتجها المدرسة ذات انعكاسات على بلادنا في كل المستويات، فتكون معرفة تطور، معرفة تقدم، معرفة تحدث. المحاور خلينا نقوله مدام زهية، المحاور هل هي تخص المنظومة التربوية، البرنامج المدرسي، تخص الزمن المدرسي، تخص اليوم إصلاح البنية التحتية، تخص اليوم النظر في وضعية المعلمين، المعلمين النواب، المعلمين المتعاقدين والمتعلمين. اليوم كي نجيو نحكيو على إصلاح منظومة تربوية، راهو جميع الهيئات، جميع المنظمات، جميع الهيكل اللي تحب تتدخل، نقابة، حكومة، منظمات وطنية، منظمات معناتها مجتمع مدني، أولياء، يعني الكل اليوم يحب يتدخل. اليوم هكيك تطول مرحلة الإصلاح وتطول مرحلة الوعي. أنتم بالنسبة لكم كيفاش تراو عملية الإصلاح يجب أن تتم؟ هل يجب تشريك جميع الناس المعنية هذوما اللي كنا نحكي فيهم، أم الأخذ بعين الاعتبار بفئة معينة، بالفئة اللي كما قلت أنت اللي معنية بالإصلاح والمصلحين هذوما اللي باش نجموا اليوم، خاطر كي نحكيو على سنة دراسية، احنا سنة دراسية شرفت على النهاية، مازال ثلاثي، احنا توي في ثلاثي الثاني تدخلين على ثلاثي ثالث، يعني الإصلاح يندرى باش ينطلق في سنة 2023-2024 شنو نعتمدو، أم أنه باش يزيد طول أكثر، وكل ما يزيد طول كل ما يزيد يعمق الأزمة أكثر؟ في الحقيقة أنا في تصوري أن مشروع بهذه الأهمية وبهذا المدى هو مشروع يجب أن يكون يعني الوجهة الأساسية له هي البعد الاستراتيجي. هو مشروع استراتيجي أكيد. ومشروع في استراتيجية هذا إصلاح النظام التربوي وفي مداه لا, 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 لا يشتغل عليه أو لا ينجز في ظرف سنة، أو هذا مشروع طويل المدى. يجب أن يكون أولا المرحلة الأولى هي في وضع التصورات وفي الدراسة وفي التأليف بين مختلف التصورات، يلزم ياخذ وقته هذا. ولذلك أنا تصوري أنه هذا العمل يجب أن يكون أن يعهد به إلى المختصين. والجانب الثاني شكون يكون قائل؟ شكون المختصين؟
من هما الطرف الذي يجب الانطلاق منه. لذلك علاش أنا نرى مثلا على سبيل المثال أن تكون هناك منصة، لابد أن توجد منصة يتم فيها استقبال كل الآراء، وتكون هناك هيئة لإصلاح التعليم، لجنة أو مجلس أعلى مثل ما يقال أو غير ذلك. هذه هي التي تتوفر على الاختصاصات التي هو مشروع كل مكونات. مدام زهية خلينا لأن الوقت يدهمنا، مشروع الإصلاح مشروع كبير، اي خلينا لانه الوقت يدهم فينا، مشروع الاصلاح مشروع كبير ومشروع جذري، وكما قلت انت نقطه مهمه جدا اللي هي يطول الاصلاح وجميع تشريك جميع انتم اليوم اصدرتوا البيان هذا. اليوم خلينا نحكيوا على تفاعل السلطات، اليوم تفاعل وزاره التربيه، تفاعل الحكومه مع البيان نتاعكم، هل فما تفاعل اليوم ام لا؟ تلقيتوش دعوات باش تسمعوا ارائكم ام حتى للتشارك حول طاوله الحوار حول المحاور الاساسيه في إصلاح المنظومة التربوية؟ هو البيان صدر أمس، يعني معناها مازلتوا ما عندناش تنتظروا، معناتها تنتظروا أنه اليوم يعيطوا لكم يتم استدعائكم؟ نتصور أنه طالما أنه إحنا طالبنا بهذا معناها أنه عندنا رؤية وعندنا تصور أكيد أنه يمكن أن نفيد به، أكيد يمكن أن نساهم به. شكل المساهمة وكيفيتها وغير هذا هذا أمر ثاني، ولكن حيث المبدأ نحن نعتبر أنه عندنا من المعطيات ومن التصورات ومن الدراسات ما يجعلنا طرفا قادرا على الإضافة في هذا المجال. أنا نحيي فيكم الوازع الوطني، الوازع اليوم الجانب الوطني اليوم اللي تهتموا بالتعليم لكل الجمعيات ولكل معناتها المجتمع المدني لكل المراكز والمنظمات، اليوم اللي راه في روحه انه قادر انه يعطي فكره، يعطي راي، يعطي رؤيه اصلاحيه ما فيها باس اليوم يقدمها، خلي الناس تستفيد منها، خلي يوصل الصوت للمسؤولين ان كان وزاره التربيه ان كان حكومه ولا حتى رئيس الجمهوريه اليوم اللي قايم اليوم على موضوع اصلاح المنظومه التربويه وكان دعاليه مع وزير التعليم سي البغديري. معناتها اليوم خلينا نسمع الاراء الكل كما قلت انت انه حتى اطلاق منصه تشاركيه بين جميع الناس المعنيه باش كل واحد يعطي رايه ونجموا ناخذوا جميع الاراء. شكرا لك مدام زهية، شكرا على مداخلتك معنا، بالتوفيق لكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون عنا لقاءات مقبله معك انت. الى اللقاء مستمعينا. مازلنا مواصلين في حكاية الناس هذه، كنا نحكيو على البيان اللي أصدره مرصد الدفاع عن مدنية الدولة اللي يدعو فيها إلى تشريكه في عملية الإصلاح التربوي، عملية كبيرة برشا. اليوم جميع الناس تحب تتدخل وتحب تعبر على رأيها وتحب تعطي أفكارها، نحترم فيهم الناس هذوما اللي أي إنسان يحب يحاول أنه يقدم رأيه في إصلاح المنظومة التربوية أو إصلاح قطاع معين، راهو هذاك يجي من واجب وطني، من واجب أنه إنسان يحب يصلح بلاده ويحب بلاده تقدم. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل، احنا كلنا نحب تونس تكون بخير، تونس تكون تونس اللي نحبوها، تونس المزيانة، تونس فيها الفرحة السعادة، الناس الكليكة يزينا من اللي عشناه هذايا الكليكة. خلينا تويكا نتعديو إلى نغم من اختيار حمزة المرة هذه مش أمل، خلينا نشوفوا حمزة شم حاضرنا ترتيح.